السلام عليكم أعزائي التلاميذ، وأهلا بكم في هذا الفيديو السادس من درس اتصال دالة عددية Continuity d'une fonction numérique الموجه لتلاميذ السنة الثانية من سلك البكالوريا علوم تجريبية بمسالكها والعلوم والتكنولوجيات الصناعية. في هذا الفيديو سنتطرق لتأطير حلول المعادلة f لx تساوي 0. سنرى طريقة جديدة للتأطير وهي طريقة ديكوتومي ميثود دو ديكوتومي pour encadrer la solution de l'équation f de x égale à 0. من أجل ذلك سنقوم بالاشتغال على تمرين أو مثال. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على r بما يلي: f لx تساوي x أس 3 ناقص x ناقص 1. السؤال الأول يقول: montre que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique telle que alpha elle est entre 1 et 2. La solution c'est alpha. بين أن المعادلة f de x تساوي 0 تقبل حلا وحيدا alpha على المجال 1 2، يعني alpha ينتمي إلى هذا المجال. من أجل البرهان على أن المعادلة f de x تساوي 0 تقبل حل وحيد سنستعمل مبرهنة القيم الوسطية Theorem de valeur intermédiaire. السؤال الثاني: calculer f 3 sur 2 en déduire que alpha il est entre 1 et 3 sur 2. احسب f لثلاثة على 2 ثم استنتج أن حل المعادلة f لx تساوي 0 أي alpha محصور بين 1 و 3 على 2. السؤال الأخير: احسب f لخمسة على 4 ثم استنتج تأطيرا جديدا للعدد alpha الذي هو حل للمعادلة f لx تساوي 0. Calculer f 5 sur 4 en déduire un autre encadrement de alpha. لنبدأ بالسؤال الأول الذي يقول: montrant que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha telle que alpha elle est entre 1 et 2. لنبين أن المعادلة f de x تساوي 0 تقبل حلا واحدا alpha بحيث alpha يتواجد بين 1 و 2. قلنا سابقا أنه للبرهان على أن المعادلة f لx تساوي 0 تقبل على الأقل حل أو تقبل حلا وحيدا نستعمل مبرهنة القيم الوسطية. أول شرط لاستعمال مبرهنة القيم الوسطية هو اتصال الدالة f. في هذه الحالة الدالة f متصلة على r لأنها دالة حدودية فونكسيون بولينوم، إذن فهي متصلة على المجال 1 اثنان، لأن المجال 1 2 ضمن R. الشرط الثاني هو البرهان على أن أو التأكد من أن F لA في F لB أصغر قطعا من الصفر، بحيث A هو 1 وB هو 2. لدينا F لواحد، سنقوم بتعويض X في تعبير الدالة F بالعدد 1، فنحصل على 1 أس 3 ناقص 1 ناقص 1 تساوي ناقص 1 أصغر قطعا من الصفر. بنفس الطريقة نحسب F ل 2، نعوض X بالعدد 2 فنحصل على 2 أس 3 ناقص 2 ناقص 1. 2 أس 3 ما هي إلا 5، فنحصل على F 2 تساوي 5. يتضح جليا أن F لي 1 في F لي 2 أصغر قطعا من الصفر. إذن الشرط الثاني من نتيجة مبرهنة القيم الوسطية محقق، وبالتالي حسب مبرهنة القيم الوسطية فالمعادلة F لX تساوي 0 تقبل على الأقل حلا ألفا ينتمي إلى المجال 1 على 2، أو بتعبير آخر يوجد على الأقل عنصر ألفا من المجال 1 2 بحيث F لألفا تساوي 0. للبرهان على وحدانية الحل يجب البرهان على أن الدالة F تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا على المجال 1 2. من أجل البرهان على أن الدالة F رتيبة قطعا أي تزايد قطعا أو تناقصية قطعا، نقوم بحساب F بريم لX الدالة المشتقة. لدينا F
تقبل الاشتقاق على المجال 1 على 2 لأنها دالة حدودية فونكسيون بولينوميال، وكل دالة حدودية تقبل الاشتقاق على R. إذن مهما يكون x ينتمي إلى المجال 1 2 f بريم ل x تساوي x 3 ناقص x ناقص 1 بريم. تعبير الدالة f، سأستعمل f زائد j بريم مشتقة المجموع. ما هي إلا مجموع المشتقات؟ إذن سأطبق هذه الخاصية لأحصل على x 3 بريم زائد تعبير ثاني ناقص x بريم، التعبير الثالث زائد ناقص 1 بريم. نعلم أن مشتقة x أس n ما هي إلا n في x أس n ناقص 1، ومشتقة أي عدد حقيقي هي 0. سأطبق هاتين الخاصيتين لأحصل على مشتقة x أس 3 هي 3x أس 2، مشتقة x هي 1، إذن مشتقة ناقص 1 في x هي ناقص 1، ومشتقة ناقص 1 هي العدد 0. إذن تعبير f' لx هو 3x أس 2 ناقص 1. لندرس إذن إشارة f' لx على المجال 1 2. Étudions le signe de f' de x sur l'intervalle 1 2. من أجل ذلك سأقوم باستعمال طريقتين. الطريقة الأولى سأحاول تأطير f' لx على المجال 1 2، بينما في الطريقة الثانية سأحاول استعمال جدول إشارة f' لx. بما أننا نشتغل على المجال 1 2، إذن x محصور بين العددين 1 2. سأقوم بمحاولة تأطير تعبير f' لx. إذن x أس 2 محصور بين العددين 1 أس 2 و 2 أس 2، مما يعني أن x أس 2 محصور بين 1 و 4، والتي تستلزم سأقوم بالضرب في العدد 3، وعند ضرب متفاوتة في عدد حقيقي موجب فالترتيب لا يتغير. إذن 3 x أس 2 محصورة بين 3 في 1 و 3 في 4، أي أن 3 x أس 2 محصورة بين 3 و 12. سأقوم بطرح العدد 1 من أطراف المتفاوتة. عند طرح أو إضافة أعداد حقيقية إلى أطراف متفاوتة فالترتيب كذلك لا يتغير، يعني أن 3x أس 2 محصورة بين 3 ناقص 1 و 12 ناقص 1. 3x أس 2 ناقص 1 ما هو إلا تعبير f' لx. إذن f' لx محصور بين 2 و 11، وهذا يعني بأن لكل x ينتمي إلى المجال 1 2 f' لx أكبر قطعا من الصفر. إذن f تزايدية قطعا على المجال 1 2 لأن f' أكبر قطعا من الصفر. f strictement croissante sur l'intervalle 1 2. الطريقة الثانية لتحديد إشارة f' لx على المجال 1 2. نعلم أن f' لx هي 3x أس 2 ناقص 1، عبارة عن ثلاثية الحدود من الدرجة الثانية. ونعلم أنه لدراسة إشارة ثلاثية الحدود من الدرجة الثانية نقوم باستعمال المحددة دلتا. لدينا دلتا هو ب أس 2 ناقص 4 أس، بحيث ب هو العدد أو هو معامل x. بما أن تعبير f' لx لا يحتوي على x، إذن فب هو 0. ناقص 4 في أ هو العدد 3 في س، س هو العدد ناقص 1، أ هو 3 والس هو ناقص 1. إذن دلتا تساوي 12 أكبر قطعا من الصفر، وبالتالي فالحدودية تقبل جذرين مختلفين.
هما x1 و x2 بحيث x1 هو ناقص b ناقص جذر دلتا على 2a، b هو العدد 0، دلتا هو العدد 12، a هو العدد 3. إذن x1 تساوي ناقص 2 جذر مربع 3 على 2 في جذر 3. سأختزل العدد 2 ونعلم أن العدد 3 ما هو إلا جذر 3 في جذر 3، مما يعني بأن x تساوي ناقص 1 على جذر 3. بنفس الطريقة سنحصل على الجذر الثاني، x 2 هو ناقص b زائد جذر دلتا على 2a. بنفس التبسيط أحصل على أن x 2 تساوي 1 على جذر مربع 3. إذن للحدودية جذرين مختلفين هما ناقص 1 على جذر 3 و 1 على جذر 3، ونعلم أنه إن كان للحدودية جذرين مختلفين فإشارتها خارج الجذرين هي إشارة العدد الحقيقي A، بينما داخل الجذرين إشارتها هي عكس إشارة العدد الحقيقي A. إذن لدينا A هو العدد 3 وهو عدد موجب، إذن خارج الجذرين إشارة A زائد زائد، بينما داخل الجذرين إشارة عكس إشارة A. عفوا، لدينا F' معرفة على المجال 1 2 والمجال 1 2 ضمن المجال 1 على جذر مربع 3 زائد ما لا نهاية. إذن ف F' موجبة قطعا، وهذا يعني بأن الدالة F تزايدية قطعا على المجال 1 2، F strictement croissant sur l'intervalle 1 2. ومنه حسب مبرهنة القيم الوسيطية فالحل الذي برهنا على أنه يوجد على الأقل، بما أننا برهنا على أن F تزايدية قطعا، إذن فهذا الحل وحيد. وبالتالي d'après le théorème de valeur intermédiaire l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha telle que alpha elle est entre 1 et 2. حسب مبرهنة القيم الوسيطية المعادلة f لx تساوي 0 تقبل حلا وحيدا الفا على المجال 1 2، وهذا هو المطلوب. السؤال الثاني calculer f de 3 sur 2 on déduit que alpha il est entre 1 et 3 sur 2. احسب f لي 3 على 2 ثم استنتج ان حل المعادله f لx تساوي 0 الفا يتواجد بين العددين 1 و 3 على 2. لحساب صوره العدد 3 على 2 بالداله f نقوم بتعويض x في تعبير الداله f. لدينا f لx هي x 3 ناقص x ناقص 1، إذن f لي 3 على 2 هي 3 على 2 الكل أس 3 ناقص 3 على 2 ناقص 1. 3 أس 3 هي 27، 2 أس 3 هي 8، إذن سأقوم بتوحيد المقام لأحصل على 27. هنا أقوم بالضرب في 4، إذن سنقوم بضرب البسط في 4 ناقص 12، سأقوم بالضرب المقام في 8 لأحصل على ناقص 8. ناقص 12 ناقص 8 هي ناقص 20، إذن 27 ناقص 20 هي العدد 7. وبالتالي F لي 3 على 2 هي 7 على 8. 7 على 8 عدد حقيقي موجب قطعا. سابقا برهنا على أن F لي 1 أصغر قطعا من الصفر، F لي 1 أصغر قطعا من الصفر. إذن F لي 1 في F لي 3 على 2 أصغر قطعا من الصفر، ونعلم أن الدالة F متصلة على المجال 1 2، إذن فهي متصلة على المجال 1 3 على 2. كذلك الدالة F تزايدية قطعا على المجال
واحد اثنان، إذن فهي كذلك تزايدية قطعا على المجال واحد ثلاثة على اثنان. إذن حسب مبرهنة القيم الوسيطية فألفا ينتمي إلى المجال واحد ثلاثة على اثنان. تأطير ألفا هو ثلاثة على اثنان ناقص واحد، أي سعة هذا المجال ثلاثة على اثنان ناقص واحد تساوي واحد على اثنان. بينما التأطير الأول ألفا ينتمي إلى المجال واحد اثنان هو اثنان ناقص واحد تساوي واحد. إذن هذا التأطير أحسن من التأطير الأول. لاحظوا أن ثلاثة على اثنان ما هو إلا مركز المجال واحد اثنان، وبصفة عامة لتحديد مركز المجال أب هو أ زائد ب الكل على اثنان. السؤال الأخير: calculer f لي 5 sur 4 en déduire un autre encadrement de A. احسب f لي 5 على 4 واستنتج تأطيرا آخر للعدد ألفا. بنفس الطريقة سنعوض في تعبير الدالة f x بالعدد 5 على 4، فنحصل على 5 على 4 الكل أس 3 ناقص 5 على 4 ناقص 1. 5 أس 3 هي 125، 4 أس 3 هي 64. سنقوم بتوحيد المقام لنحصل على ناقص 19 على 64 وهو عدد سالب. سابقا لدينا f لي 3 على 2 أكبر قطعا من الصفر. إذن f لي 3 على 2 في 5 على 4 أصغر قطعا من الصفر. كذلك f متصلة على هذا المجال وتزايدية قطعا على هذا المجال نظرا لأن هذا المجال ضمن المجال 1 2. إذن نستنتج أن ألفا حسب مبرهنة القيم الوسيطية يتواجد بين 5 على 4 و 3 على 2. سعة هذا التأطير amplitude de cet encadrement هو 3 على 2 ب ناقص أ. 3 على 2 ناقص 5 على 4 يساوي 1 على 4. لتحديد تأطير أكثر دقة سنقوم كذلك بتحديد مركز هذا المجال ثم نحسب صورته ونقارنها بهاتين القيمتين لتحديد تأطير أدق. هذه الطريقة تسمى طريقة ديكوتومي لتأطير حلول المعادلة f لx تساوي صفر. إن كان لدينا مجال AB نقوم بتحديد مركزه ومركزه هو A زائد B على 2 ثم نحسب صورة هذا المركز، فنستعمل مبرهنة القيم الوسيطية لتحديد المجال الجديد وهكذا. بهذا نكون قد أنهينا فقرة طريقة ديكوتومي لتأطير حلول المعادلة f لx تساوي صفر. فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.